السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا شيخ، اتصلت فيني وقلت تعال بسرعة، هل هناك أمر جلل؟ والله إنه لا أمر جلل، لدينا نهي عن منكر وحبيت إنك تشاركني فيه وتكسب الأجر. وش الموضوع؟ هذا المنكر يا شباب أزيلوه كسروه. حذرتك اكثر مره انك تزيلهم وانا ازلتهم، ليش الان ما ازلتهم؟ يا اخي هلا هلا بشيلهم وبخبيهم انا. لا خلاص ما عاد يمديك. شئتوا لي ثيابك اسمع اسمع الكلام ده ولك ولغيرك. اصنام مجسمات تتحمى مره ثانيه ستزال باذن الله. شيلوها